الشواف ده وراه حاجه كبيره قوي، اكبر بكتير مما كنت متخيل. نوح حاله مش عاديه. انا وصلت لمرحله مهمه قوي مع نوح. انت بتشتغل غلط مع الحاله دي، ما ينفعش تعمل معاه كده. حقيقي انا عايز اسعد. ربنا ينور طريقك وتشوف بعين الشواف. ابعد عن نوح الشواف يا سامح. انا لازم اطلعك من المستشفى. انا اللي عايز اخرج من هنا محمود اخرج. فاكر نفسك اذكى واحد في الدنيا؟ انا عارف بعمل ايه كويس. بطل تعمل فيها الكبير اللي فاهم في كل حاجه، عشان انا اكتر واحد عارف اللي فيها. مفيش حكاية بتتحكي لك زي ما حصلت أبدا. كلنا بنكذب عشان نوصل لأهدافنا. علامة استفهام. الواحدة والنصف صباحا. رمضان يقربنا على الحياة.